وانا هذي يلا اخوي سعيد ما لا حجي شغل تعال شغل بوي شغل اشعل اشعل بوي اشعل لا يا طبعا اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالبدايه هاي طبعا ابسط شيء نقدر نقدمه لاخواننا المتظاهرين اليوم، ناس طالعه تطالب بحقوق هي كلها حقوق مشروعه، ناس تعبت. بالنسبه للي جاي نقدمه هو شيء بسيط ومجهودات ذاتيه، ناس من عندها جاي، الكل جاي يقدم كل من مكانه، وهذا ابسط شيء نقدر نقدمه للمتظاهرين اليوم. والخدمه مستمره ان شاء الله ما طول الاعتصام باقي، ما عندنا وقت محدد. بأي وقت نجي، الكل موجودة والكل الساهم والكل توزع. طبعا احنا معتصمين من اجل مستقبل اطفالنا، من اجل مستقبل الشعب. احنا الحمد لله والشكر تخرجنا، واللي تعين بينا تعين، واللي ما تعين بقى قاعد، والحمد لله والشكر. الحكومة لا تعين ولا تعطي حق الناس، بس احنا متظاهرين ومعتصمين من اجل اطفالنا، من اجل مستقبل ابناء العراق جميعا، مو من اجل مستقبلنا احنا. احنا الحمد لله كبرنا ورحنا بعد، بس مستقبل الجهال ذولا، مستقبل هاي الأطفال العراق اللي نهائيا مستقبلها مجهول، لأن الحكومة الحمد لله بيد الأحزاب، والأحزاب كلها ما عندها نية تبقي للشعب فتشي، كلها راح تأخذ من الشعب. وإحنا متظاهرين ومعتصمين ونبقى معتصمين إلى أن تتحقق كل مطالب الشعب من أجل أطفال العراق، من أجل مستقبل العراق لا أكثر. هاي ذول الشغب استوهم وجو بس ظلموا الدنياكم، شلون قتلونا كفيلك العباس ذول مسير الدموع جايبين وياهم، هسه هاي ترسينا ترس، وخروا الجيش وجوا مكانهم، ظلمت الدنيا وخروا الجيش وجوا مكانهم. كفيلك العباس جابوا الشغب هنا نسلزوا بالشباب، كفيلك العباس هسه بس ظلموا الدنيا، مشايين الدموع وفي الفيل حار وما حار يجيبون علينا، كفيلك العباس حتى حرب راح تصير، وهسه انا وياكم شوف، وما اريد تتغير ما تغير، واحنا نقلك سلبيه. احنا السلبيه كفيلك العباس، كلا كلا للاحزاب، كلا كلا للاحزاب، كلا كلا للبرلمان، كلا كلا للبرلمان. كلا كلا للأحزاب، كلا كلا للأحزاب، كلا كلا للفاسدين، كلا كلا للفاسدين. سلبية 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 سلبية. وعلى ما يخافونه، احنا وعينا على الدنيا على حرب وظلم وقتل وسلب، هاي بعد ما نخاف ما نخاف، احنا الجيل ما نخاف، ندوز على راسهم. الله سعدنا استعداد تطبلهم، هم جايبين الشغبي ينفذون بالعالم، هم يكتلون الشغبي، ما احنا نريد سلمية، مظاهراتنا سلمية، بس هم كلهم يعيلون حاطين سلاحهم ومسيل الدموع. بعد شوية بيصير ظلم الدنيا قطفوا مسيل الدموع، عبان مخاف من عتهم، والله ما نرجع.
اليوم وباكر وعقبه وراها ما نرجع احنا نبقى مظاهرات سلميه 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 كلنا كلنا للاحزاب كلنا كلنا للاحزاب احنا اليوم هنا واقفين محتصمين الى حين قالت مجلس المحافظه ومجلس النواب ذولا دمرونا شله مال الحراميه تعبانه ويكذبون علينا والبارحه المغذي الجديد من رئيس الوزراء ومحافظ الديوانيه مسوي له كتاب وهذا الكتاب يوزع اراضي سكنيه للفقراء ويقشمرهم وياخذ من عندهم فلوس وتفضل هذا مكتب محافظ الديوانيه وين هالاوراق وين هالعرصات اللي وزعها وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله، احنا ويا اخواننا المعتصمين وان شاء الله ظالين هنا منا لمن يوفروا لنا مطالبنا وعيب عليهم بهذا الرمي وهذه التجاوزات وان شاء الله هاي مظاهراتنا سلميه كل اشكال ما عندنا واحنا ظالين هنا لحد الصبح كل اشكال ما عندنا وان شاء الله خيامنا راح تجي وما يكون الا خاطرهم طيب منا لمن يفذلنا مطالبنا خلي يطلعون احسن لهم باحترام. بسم الله الرحمن الرحيم خرجنا كمحافظه الديوانيه اليوم وامس ومن يوم 25 ثورتنا ثوره تشرين خالده نطالب اولا بتعديل الدستور وتوفير الشباب والغاء مجالس المحافظات والغاء كافه الامتيازات. احنا كمحافظه ديوانيه ان شاء الله وبعون الله وبهمه شبابنا وناسنا وهنا اليوم حقيقه فرحنا من شفنا هاي النساء اليوم شفنا شياب شفنا ناس يعني كبار كلش مواكب جايه تقديم كل شيء الحمد لله والشكر معتصمين وباقين لحد تحقيق اخر مطلب من المطالب بعون الله. مظاهرات سلميه ندعو بيها ندعي هاي الشباب كلها الحمد لله والشكر كلها شباب جايه تريد تغير واقع محافظه وواقع بلد كامل وان شاء الله وبعزم الله وبقوه هاي الغياره ان شاء الله احنا نغير والحمد لله والشكر اليوم وباكر وعقبه والناس بيها وما جاي الزود. بسم الله الرحمن الرحيم احنا مستمرين اول فقره وياهم مستمرين وباقين وباقين لمتى انتم مسوون حل باقين سلميه وياكم للصبح وبياتين بالشارع ونايمين بالشارع الله وكله عائلتي بالشارع لحد مساء عمو وخواتي وديتهم ويجن بالاربع الصبح ويجن بالخمسه العصر ويجن بالوحده العصر ويجن بالثنتين العصر ما تبقون ثقوا بالله وما تسوون دوله وتقولون لا والله اطلعوا اطلعوا على قولتي وين مستحملين لكم وطلعوا احنا هم نطلع وياكم ما تردوني طونا طونا غير تناسي ونروح غير دوله على كل عائله مشي عليها 5 ملايين وخل نطلع خل نطلع اهل الشهادات قاعده هاي اهل الشهادات شباب كذا شهادات. السلام عليكم اخواني اخواني انا معكم طلب وان شاء الله احنا واهل الديوانيه نريد طلب دم ذول راحوا بالمجمعه بضعف ونقتلوا ونتدمروا والاعضاء والناس وطرد الفاسدين من دوائر ونصرة الفقير وبعد التجاوزات هيعوفوها ليطونا قاع قيعان للتجاوزات ونصرة الفقير وكذب عليهم رواتب كل كاتب على كون راتب غير ماكو حقوق الفقير ريده احنا للنفط للخيرات عهد الامارات والكويت نريد واحد يحس منا وبينا بشعبنا بربعنا هذول الشباب كلها ضاله ليش لا عمل لا شغل لا وقت الهم الاكل خطي ياكلون ناس فقره ضاله جدي وعلي والله جهال جهال اشوفهم مره يروحون يجدون بالزبال ياكلون خطيه بالاضاء عوائل شهداء هاي الناس ما حد الشعبي راحوا خطيه ليش عم نريد واحد ينصر بقير نريد واحد حسبينا ينصرون كاسب البقره هذول عجون يومي او العقود وغيرهم والتعيينات يعينون الشباب كله مو والله خلي واحد انقذ من واحد واجيب واحد انقذ من واحد من عندهم هم يجيبوا يحطوه لا احنا نريد واحد من عندنا ومنا ويحسبينا ويشوفنا وعايش ويانا مو والله اجيب واحد ها شابع ولاغف ومدارس بطنه فلوس وعم يطلع حرام لا احنا نريد صدق وهذا الله موجود ويانا يكون يجيبنا ويجيب نصر بقي ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم احنا طلاب محافظه القادسيه طلعنا من بدايه المظاهرات الفاتت
نطالب، احنا الطلاب نطالب الغاء النظام البرلماني، نريد نظام جمهوري. هاي اول طلب. ثاني طلب الغاء مجالس المحافظات اليوم تنفذ. ثالث طلب نريد توفير فرص عمل للشباب. وقالت قالت من تزيد اعمارهم عن 50 سنه وتعيين الخريجين من 2007 2005 لحد الان. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اقاله الحكومه باسرع وقت، يعني ما يصير حاطين شعب العراق ويدقون عليه، شنو غنم قدامهم؟ شنو شعب العراق ما يدري بياضان يثور عليهم وتنقلب القيامه عليهم؟ كافي هدر بدماء الابرياء، هدر بدماء الابرياء. اولا محاسبه قوه الاسواق ومحاسبه محافظ الديوانيه. استقاله يقتل المواطن بالشارع، يقتل المواطن بالشارع ماكو، ويسوي له قاله. وين صايره يا عمي؟ ما صايره. ثانيا الحكومه هاي ما اريدها، الحكومه هاي كتله الشعب، ايش نترجى من عدها يعني؟ يقتل الشعب ايش نترجى منه؟ عادل عبد المهدي ايش طلع؟ هل يصير نفس حيدر العبادي يضرب يد من حديد؟ وينه وين شروخه؟ خليه يقعد يسكت، ما تعلم سياقه؟ ايش قال صار له سوق عادل عبد المهدي؟ خليه يدي الستيرن، خليه يدي الستيرن، اكو غيره نزيه. بس هو نزيه عادل عبد المهدي، اكو غيره نزيه. ماكو هيك عمي. محاسبه المقصرين. وقالت هذه الحكومه باسرع وقت، وحكومه جديده حاليا حكومه طوارئ، لان بعد ما يلحق لها اي شيء. ومحاسبه المقصرين. قتلوا الابرياء من قوة اسوات، هنا يقول ممنوع حمل السلاح بيد الدولة، سلاح بيده ويضرب المتظاهر، ويناموا يلتمون عليه خمسة ستة ويضربون الضرط. أين دم الشهداء؟ أين حقوق الشهداء عمي؟ تم لا حد يحكي، يريد يحكي خلي تفضل يحكي. ضيم بقلوبنا اخوتنا هاي الماتت، وين نروح؟ اخوتنا هاي الماتت وين نروح عمي؟ مظلومين والله. نريد نطالب حقوق الشهداء بأسرع وقت، ومحاسبة المقصرين الذي تلطخت دماهم بالمتظاهرين وقتلهم يعني بالسلاح مباشر، وكي شهود وكي تصوير عليهم. ما يصير هيك. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الوجه وجهد عقروب ما يبشر بخير هذا ابد. مارس القتل ومارس الاحتقالات ومارس ابشع الجرائم، واحنا طالعين مظاهرات سلميه من 1/10 ولحد الان. اولا نطالب بإغاء رئيس الوزراء والحكومه ومجلس النواب والمحافظات كلها، الغاء الاحزاب، اعطاء تقديم العداله الذي قتلوا شبابنا من قبل اسوات، تقديم مدير الشرطة الديوانية إلى العدالة، مدير الشرطة الديوانية فقط، لواء فقط، قتلوا شبابنا. ثاني شيء نطالب بإعطاء حقوق الشعب العراقي من 2003 لحد الآن مارسوا أنواع الجرم والقتل وعدم إعطاء حقوق الشعب العراقي من 2003 لحد الآن. شعب العراق تعب وصل مرحلة يعني بعد ما يتحمل، يعني عفونا امشوا تدمرتوا العراق كله، بعد شو تدوم من عندنا؟ شو تدوم من عندنا؟ وشكل عليك؟ يا الله السلام عليكم. انا عندي ملاحظة صغيرة اللي جاي يصير، يعني شاب كاتل الضيم ومن ضيم لضيم وخريج صار له 10 سنوات و15 سنة، من يطلع يطالب بحقه يطلع هو بعثي ويطلع مندس ويطلع يريد يخرب. زين وحقوقنا وين حقوق هاي الشباب؟ لا بنا تحتية، متنا عمي ملينا من عندكم، الله وكيلكم شرفونا شركم، وانتم التبعية عمي خلونا، خلي الشعب يطالب بحقه، والله ملينا من عندكم، ملينا من عندكم، يعني يطلع يطالب بحقوقه يطلع بعثي ويطلع مخرب ويطلع مندس، عمي ملينا والله ملينا. إذا ما تنفذت مطالبكم شنو إجراءاتكم؟ والله إجراءاتنا نبقى هنا، نبقى نايمين هنا ما نروح الله وكيلك، لا ما تتنفذ المطالب مالتنا، ملينا يعني. مجلس محافظة يحكي على مجلس محافظة، يحكي على مجلس محافظة احترق، هو مجلس محافظة لاملة مجموعة سرسرية ومجموعة فاسدين، وإذا انحرقت مجلس محافظة ويصفهم بالفاسدين والسرسرية. ماكو هيجي والله ماكو هيجي. والاحزاب وشنو انا مستفاد من الاحزاب؟ واذا انحرقت الاحزاب واذا انحرق مجلس محافظه شنو المستفاد من عندكم؟ انا صار 16 سنه شاب عظيم شاب عقار
قتلت روحك على بنايه هنا زين، وهذا ال 100 شهيد ال 200 شهيد اللي وقعوا، او خبص روحه على شهيد واحد بالعماره، خبص روحه قتل روحه وطلعوا ذولا مدسين وبعثيه، و200 شهيد ما حد اجى وشافوا، ما حد اجى تباوع لهم، ما حد اجى. يعني عمي كارثه والله، ملينا شافونا شاركم، والله شافونا شاركم، وشكرا. اناشد كل قائد عسكري شريف ان ينتمي للشعب العراقي، ما له علاقه بالاحزاب، ما له علاقه برئيس الوزراء. صدام حسين خدم الشعب العراقي 35 سنه بليله ويوم ماكو، الاحزاب حاله حال صدام حسين. فانتم شكو قائد عسكري شريف، شكو قائد عسكري شريف ان يحط ايده بايد الشعب. الى ما صار الجيش والقاده ويا الشعب، الشعب لا شيء، لا شيء، لا شيء. مو يطونك، مو يطونك والله، ها طاني عمر اقتل اقتل المتظاهر، لا لا، المتظاهر اخوك، هذا باشر عقبه حضر طيارته سافر، بس هذا خيك ابن 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 محافظتك، ابن دولتك. فانت لا لا تصير ضد الشعب، صير ويا الشعب، صير ويا الشعب. ومتظاهر، واحنا مظاهرتنا سلميه وما عندنا كل شيء، ومعتصمين الاخر يوم بعمرنا، الاخر يوم بعمرنا احنا معتصمين. ما نريد الى ان تسقط الحكومه، لا عادل عبد المهدي ولا مالكي ولا كل حزب، ولا كل حزب. وما نريد كل واحد، ما نريد كل واحد. وارجع اقول على القاده العسكريه، القاده الشرفاء، القادة الشرفاء، مو كل من ملتمي للحزب وطيك كرسي لو طيك سلطة. القادة العسكرية، أنا عسكري، القادة العسكرية وطيك فرقة فلان وطيك فرقة الثان وتقاد عمليات فلان، لا، هذا وطنكم، هذا وطنكم، واليوم يومكم، رحم الله والديك. السلام عليكم. نناشد كل شريف، نناشد كل قائد شريف، نناشد الدولة، نناشد الحكومة انه تطلع وتعوف هاي المتظاهرين، هاي الدماء جاي تسيل، هاي الدماء العراقيين الذي جاي تسيل. شوفوا باليمن عايش براحة، خو مع العلم يعني اليمن، اليمن يعني غير شكل، بس مع العلم هم عايشين احسن من عندنا. العراقي الوحيد، العراقي الوحيد هو المذلول، ومع العلم العراق ابو النفط، ابو البترول. العراق يعني العراق غير شكل، العراق المفروض يعيش، يعيش غير، يعيش احسن عيشه. وصفوه جيل البوبجي، من يطلع ويشوف يقول لك انا شنو معناته، شنو فرقي عن ابو السعوديه، شنو فرقي عن ابو الاردن، شنو فرقي عن باقي الدول، ليش انا هيك، ليش انا. ويجيك ويطلع لك مسؤول، مسؤول على اذاعه ويطلع لك ويقول لك انا هذول مندسين، حرقوا فلان مبلغ، حرقوا ما اعرف شنو. هو مو مندس، هو من جوعه، لان كل شاب عراقي ما يملك ربع دينار بجيبه. هذول الشهداء طلعوهم بالاذاعات يفتشون بجيوب الشهيد، شهيد استشهد، استشهد لاجل الوطن، لاجل الشريعه، يستشهد يفتش بجيبه، يلقى بجيبه 1000 دينار او 5000 دينار او ربع دينار، يصير هذا الشيء؟ يعني شاب عراقي، شاب عراقي، العراقي ينضرب به المثل، العراقي ينضرب به المثل، شاب عراقي بجيبه ربع دينار، والله حرام عليكم، والله حرام عليكم. كافي كافي، هدوا الكراسي، ترى ملينا تعبنا، وخلوها ببالكم، هاي خلوها ببالكم، احنا ما نعوف التبليط، ما نعوف التبليط الا تعوفون الحكم انتم، والله العلي العظيم ما نعوف الاعتصام، ما نعوف الاعتصام. وكل اللي يقدم استقاله، كل اللي يقدم استقاله نرجو انه يتحاسبون، نرجو انه يتحاسبون. كل اللي يقدم استقاله هو عنده شيء، ما قدم استقاله اذا ما عنده شيء، نرجو انه يتحاسبون. وين راحت المحكمة العراقية؟ شوفوا فقط على المسؤولين حتى يستقالوا، شو تستقالون؟ لا مع اي احنا ما نريد بس استقالة، احنا ما نريد بس استقالة، من 2003 لحد هاي اللحظة اعتصامنا احنا مفتوح، ما نبطل اعتصامنا، احنا نريد محاسبته، احنا نريد نطلع السجلات القديمة، السجلات القديمة 2010 2011 طبت الموصل شلون طبوها، احنا كل هاي السجلات نريد نطلعها، مو من اليوم والله. اعتصامنا احنا على من 2004 لحد هاي اللحظة، نريد كلها تسمع صوتنا، الدول المتحدة نريدها تسمع صوتنا، كل الدول خل تسمع صوتنا، لأن نوابنا، نوابنا ورئيس الوزراء عبد المهدي ما جاي يسمع صوتنا، والله ما جاي يسمع صوتنا. هسه حاط رجله على رجل وقاعد على الكرسي، إذا أبي حظ ويسمع صوتنا خليه يعوف الحكم ويروح. ترى هاي الشعب هذا مو هين، والله مو هين، هاي العالم ما تعوف التبليغ، صا
تصور خلي تشوف العالم. والله العالم ما دعوا بالتبليط، كذب كذب دعوا بالتبليط. والله واقفين واقفين وبكل قوه وما نعوف التبليط. لما عبد المهدي عوف الحكومه، مو بس عبد المهدي، الحكومه كلها، الحكومه كلها فاسده وما نريد فساد. ورحم الله والديه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نطالب دم الشهداء، ثانيا محاسبه شك واحد رمي، ثالثا الاسوات شرطه جيش ثلاث ارباعها تابعه لمن؟ تابعه للاحزاب. ذولا تكمشهم وانذبهم على الحدود، هذا واقع ما ينزعل منه. ثالثا يعني رابعا يجاملون، هسا شرطك جامل، والله واحد يعبر واحد ما يعبر، هسا احنا نجي المظاهرات ما يخلوننا، ما يخلوننا والله ما يخلوننا. ثلاث ارباع هايك ارجع لك، خدمات ماكو، ماي ماكو، كهرباء ماكو. ارجع هسا انا بالولايه، بالولايه كلها طين، الولايه كلها طين. الاقضيه والنواحي شلون؟ سولف لي، سولف. اريد اروح صاحبه الصلاحيه، هذا شلون اروح له؟ بما اروح له بالمنجنيق؟ بما اروح له؟ ارجع لك مجالس محافظات ما اريد، اريد محافظ واحد بكل مكان، محافظ واحد. مجلس محافظه ماكو، برلمان ماكو، رئيس جمهوريه واحد مثل صدام حسين. سويت شغله سويها، ما سوي الله محمد وعليك. جواز ما اريد، جواز، جواز من برلماني، من محافظ، من كله. جواز ما عندك انت ما دام تحكمني، ما عندك جواز، ما عندك جواز، ما اريد جواز لك. ليش تاخذ المالات وتظفر؟ اعطيك بعد دليل، حازم الشعلان طيارات راح اجيب لكم، خذ فلوسنا مال 45 طياره والله وياك. لا واليومك وينه؟ وينه وينه؟ تعال ارجع لك بعد. عادل الامام هسه ممثل معروف مصري، قال له ابويا هالشقه الفيلا منين اشتريتها؟ قال لهم سيلون لي، سيلون محافظ الحله اللي قاعد بصفي. خذ المالات وطفر. شكرا. صوت صوت اخيك صوت. هلا 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 بالدوار، هلا بالدوار. عش يا ولد، عبي عبي ابوي، عبي 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 الغالي. هلا 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 هلا. Yeah!
تالي. والله اخواننا المتظاهرين وان شاء الله ثوره حسينيه، ونتمنى التغيير ان شاء الله والتوفيق للجميع ان شاء الله، ودعمنا ان شاء الله مستمر، واخونا سيد زيد العذاري ما يقصر عنا، ابن الديوانيه داعمنا، وهاي واحنا خدام الحسين ونشتغل وخاذ مكاني. والله هل نقدر عليه من الصبح لليل؟ هل نقدر عليه؟ هل نقدر عليه؟ وسيد زيد ان شاء الله ما مقصر عنا، سيد زيد العذاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنطالب على الشهداء، نريد دمهم ونريد خدمات بالديوانيه ماكو، تعيينات ماكو. انا اخويا عندي اثنين اخوه واختي خرجين وقاعدين بالبيت، خدمات ماكو. الحي العسكري شارع 60 كل خدمات ماكو، مليانه. الله وكيلك ماكو، بس حكي يجون ماكو. الاحزاب منتخبات يجون يحكون وياك، يقول لك باشر اكمل لك هذا الشارع، شوارع اكمل اشتغلها، بس حكي ماكو فعل. كل فعل ماكو. بعد شغله اكو موظفين سلف رافديا يعطونا 10 ملايين ياخذون منا 15 مليون، 5 ملايين ياخذ ربح علي، هو يعطي 10 ملايين ياخذ 5 علي، هو شو الفائده؟ النسبه هاي 9%. وخدمات ماكو، الشهداء نطلب دمهم. نعم الاحتساب مفتوح هنا الديوانيه وكل محافظات العراق من الشمال للجنوب مفتوح الاحتصامات. ماكو خدمات، خدمات ماكو. دعم المواكب، دعم المواكب الديوانيه. الشباب هاي الشباب كلها واقفه، بس المواكب ما لا احزاب ولا بس تيار صدري الفريضه ماكو. احنا الشباب المواكب طلعت، الاهالي ماكو. شكرا. السلام عليكم. اولا بال 2003 او بزمن النظام المقبور مع صدام حسين قالوا خلي يطلع صدام واحنا نكمشها، احنا شيء اريد احكي هيك شيء طق بطق واحنا نعليكم. الحمد لله وشكر، كتل سلب نهب حرق هاي بينا، كل خدمات ماكو. نطالب اولا بتقديم استقاله كل الحكومه، ما نريد احزاب، الغاء الاحزاب كلها وشكو واحد يقيلونا يحيلونا القضاء الاعلى. ثانيا احنا اعتصامنا مفتوح، ثورة العشرين ذي شو هاي ثورة تشرين، خوش لو اعتصامنا مفتوح لمدى الحياة لحد ما نموت احنا هنا. فراشاتنا المواكب ما قصرت، الاهالي جاي يدعمونا، اكل شرب كل شيء موجود. الحكومة عمي ما نريدها، الغوا الاحزاب لا تعيينات، كل شيء ماكو بهذا البلد. بويا عيشتنا قشرة، ليش احنا مو مثل ابو السعودية مثل ابو الكويت؟ قطر الهجداتها احسن من عندنا. احنا اهل النفط، اهل التمر، اهل الثروات كل احنا، هاي يعني الثروات كلها عندنا وكل شيء ماكو. ما يصير هذا الحكي. بويا احنا نطلب الغاء مجالس المحافظات، الحكومه كلها تنقال وتنحال للقضاء الاعلى، ولا حزب نريد، لا حزب لا تيار لا غير ذني، ذني كل ما يفيدك. واهم شيء بالموضوع الريده الاعمامه، الاعمامه لابسها واقف لي بالسياسه، هاي خذها للدين مالتك. سياسة واحد والدين واحد، الإعمامة مرفوضة حاشا رسول الله. بويا إعمامة هاي زبالة لابسها فوق رؤوسكم، من طيح الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مستمرين احنا بدعم اخواننا المعتصمين، كنا احنا بداية التظاهرات كنا نطلع مظاهرات، واغلب الشباب اللي موجودين يشوفون قاعدين هنا اغلبيتهم لو مصوبين مثلي، لو اماتين حالهم حال الناس اللي راحت شهداء، اغلب اصدقائنا راحت، فاحنا مستمرين بدعمهم. وقت ما صار الاعتصام وقت ما قالوا الديوانيه احنا راح نعتصم على مود حقق مطالبنا، بدينا احنا ندعمهم معنويا وكذلك ندعمهم بالطعام من بدايه البارحه حد اليوم. احنا مستمرين بالتوزيع، اليوم الظهر برياني والعصر عصائر وماي، وكذلك هسه مستمرين احنا الساعه 1 ان شاء الله راح نوزع هذا الشيش مال القص، اضافه الى العصائر، اضافه الى المي، اضافه الى داطلي، الى كل شيء عندنا هنا موجود. على قولتهم بساحه الاعتصامات اللي بالديوانيه شنو تردونه موجود، وبخدمه المعتصمين ان شاء الله الى موجودين احنا باقين هنا الى حين تحقيق المطالب مالتنا ان شاء الله. جيب لي فحم، جيب لي فحم حبيب الغالي، امرني اسالني الف سنه على شيء تريد. ايش تريد؟ دعمكم المظاهرين حبيبي. احنا دعمنا المظاهرين، شكلنا من اول البارحه بنينا الموكب والحمد لله مستمر، صارنا اليوم الثالث على التوالي، وان شاء الله البيدنا ما مقصر بي بعون الله، وهاي بركات الله واهل البيت زاد ابا عبد الله الحسين عليه السلام. دعمنا احنا بيناتنا اخوه حلقه اسمها الله، يا اهل يطلع من عنده جاي من فلان ومن فلان اخوتنا، الحمد لله والشكر الله موفقنا على هاي الخدمه، وهاي الخدمه لنا شرف بيها. شاشتك كمان شاشه. السلام عليكم.
حبيبي يوم السبت امشي بالشارع جون الاسوال اربع سيارات بدون سبب يعني حتى صلموا مظاهرات نزلوا عليها ضربوني شنو السبب ما اعرفه هسه هذا ذي اثنين قدامه بكسرات الدائره القديمه بها 30 هسه حاليا طشروا عمليه بناء بعد ثلاث ايام او اربعه والله اللي اعلم بعد تنقص تبقى ايدي ما اعرف لان راح يصير لي رابع عمليه والله اللي اعلم بعد حسبي الله ونعم الوكيل غير ما اقول فحبيت اوجه لها رساله وهي تدري بها حاجيت اتخذت من الساعة عروسا إلي وما نتراجع قسما بالله أما النصر أو الشهادة ثاني شغلة رسالة العادل عبد المهدي عادي شو تريد من عندنا عمي شباب ملة الاعتصام باقي وباقي وباقي إلى يوم الساعة إلى أن تزيل هذه الطغمة الفاسدة التي أنهكت العراق والعراقيين منذ 16 عام ما حصلنا منها كل خير الله شاهد نبقى احنا واولادنا الى ان نزيل هذا النظام الفاسد لان هذا النظام وضعه ابرايمر وهذا النظام معطل للشعوب وما تستفاد من عنده الشعوب نهائيا اكو قول للامام امير المؤمنين عليه السلام يقول من طلب الخراج قبل العماره اضر بالبلاد واهلك العباد احنا هسه هذا بيها طلبوا الجماعه الخراج النفط اخذوا 4 ملايين برميل يوميا تقريبا العراقي صدر كل شيء ماكو شعب كل شيء ماكو متفضل علي رئيس الوزراء والله أطل فرد 130 وما لها صحة لأن الميزانية موزعة ومو بكيف الأمر هاي إصلاحات ترقيعية يسكت بيها المتظاهرين والمتظاهرين مصرين لإزالة هذا النظام الفاسد هكذا يعني بالدقة إن شاء الله إزالة هذا النظام الفاسد ما نريد لا قضية تعيين ولا قضية لأن ماكو فائدة بالتعيين هذه قضايا ترقيعية وخالية من الصحة أولاً والثق بالله هاي فقط قضية أحزاب وأنه يعني يطاوشون بالقضية بيناتهم إحنا إن شاء الله وبوادر النصر موجودة إن شاء الله موجودة بوادر النصر بفضل الله عز وجل أولاً وفضل هؤلاء الشباب الأخيار الشجعان وما يردون إلا النصر للعراق والعراقيين بإزالة هذه الطغمة الفاسدة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على هؤلاء الظالمين موسى أحكي هاي المكناسة للفاسدين وللخونة والله أقول لك إحنا نريد التعيينات نريد التعديلات للبلد دمرونا نهبونا ما خلونا مستقرين الأحزاب ما نريدها بصراحة ما نريد الأحزاب وما نريد البرلمان ما مستفادين من البرلمان والله كل شيء ما مستفاد بس اسمه برلمان زين بيناتهم على محاصصة وانهم يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة يعني أنا أول يوم أشارك بالمظاهرات الشباب أصحاب عزيمة ويؤكدون على مسائل مهمة أن هم ما جاي يطلبون أو يجدون من الحكومة إنما هذا شعبهم يردون يعيشون حالهم حال البشر فهم يعني وصل رسالة الحكومة أنه ما جاي يجدون منكم أنه هذا الشعب شعبهم وهذا الخير خيرهم يردون أنه يزيلوكم يزيلون ظلمكم يعني صالتكم 13 سنة جاثمين على قلوب هذا البلد تعليم تأخر، صناعة تأخرت، الزراعة تأخرت، الأمن، المخدرات، فشنو جبتوا لهذا الشعب؟ بس الضيم والقهر والموت. اللي يردوه شوفك الا بطل تحتك الا مو بطل بطل ما ماشي اللي هيكمل بطل اللي ماشي بارك الله بيك اللي يردوه انه ازالتكم بالكامل انتم واحزابكم الفاسده بطل وقوانينكم هاي اللي انهيتوا ايه هسال بطل قوانينكم اللي سويتوا التمايز بين الشعب والسرقات اللي ما اعلم بها انتم يعني امور كثيره جلبتوها للبلد
يعني اكو هواي امور حاسبكم عليها، مساله حسابات الماليه السنه الختاميه اللي ما يدري بها الشعب، اللي تحاسبون وزارات ومحافظات وبالاخير بطل الظلم لا يدوم وإن دام دمر، فأنتم زائلون بإذن الله، فأنتم زائلون وتذهبون، وهؤلاء هم العراقيين أجيالكم الذي تعلمت على الذل، لكن هذه الأجيال لا تعرف الخوف، تعرف أنه تريد تعيش حالها حال الشعوب. الناشد منظمة حقوق الإنسان، الناشد الأمم المتحدة، نطلب الاستغاثة لأن أطفال العراق تدمرت، لا مدارس لا دوائر دولة. الطالبات قامن على جسر الجمهورية بساحة التحرير ينضربا من أثر عدوان إيراني، قاموا يلبسون الزي العسخري. نطلب الاستغاثة، دمانا بالشارع. يا أمم متحدة، يا حقوق الإنسان، نطالب حق الطفل، استغاثة نريد من عندكم. إحنا شعب مسلوب، إحنا شعب منهوب. الله أكبر على كل فاسد طبنا وسفك دماء الشهداء. الله أكبر، يحيى العراق. احنا قاعدين بالآجار، لا راتب عندنا ولا هاي، واني وبتها حتى الواجب تعطينا خبزة، ما عندنا لا راتب ولا ابد، كل شيء ما عندنا، والحرامية اكلتنا ماكو، حتى وجبة ماكو، لا وجبة لا هاي لا بيت لا هاي، كل شيء ما عندنا، كل شيء ما عندنا، لا عندنا راتب لا عندنا حتى مواد غذائية ما يعطونا، والواجب جاي تعطينا. ها؟ صار لي ثلاثة أيام أطلع من الجمعة والأحد والاثنين اليوم. ها كل شيء ماكو، بواقين حرامية، لا مدارس ولا بناتنا بطلنا من المدارس، يدون عندنا فلوس ما عندنا. كل شيء ما عندنا، الاحزاب سلبتنا ونهبتنا، حتى الدكاتره ما قصرنا باص الا فلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مطلبنا الرئيسي هو تغيير النظام، وتغيير النظام ما يتم هذا اذا ما نغير الدستور، اكو تعديلات بالدستور، فالنظام البرلماني ما يفيدنا ولا يفيد العراق. احنا نريد نظام جمهوري، احنا نريد الغاء مجالس المحافظات، احنا نريد نظام جمهوري بدل من النظام البرلماني اللي يعيق عمل رئيس الوزراء. رئيس الوزراء ما يقدر يتخذ قرار الا بموافقه البرلمان وبموافقه الاحزاب الحاكمه، فالاحزاب الحاكمه هي دمار العراق. لذلك احنا كل مطالبنا هاي، نريد نظام حكومه، نظام العفو الرئاسي بدلا من النظام البرلماني. الديوانيه ماكو خدمات ابدا نهائيا، ماكو خدمات، بلديه زبائن حشا السامع بالشارع، عرفت؟ المدارس الصفوف ما بيها، يعني ما بيها رحلات، الله شاهد، يعني خمس طلاب يقعدون برحله واحده، او اني اللي احكي وياك محاضر. المحاضرين طبعا حقوقنا لحد الان ماكو، لحد الان ماكو، قالوا لنا تثبيت وماكو حاليا لا تثبيت ولا عقود. دفاتر الطلاب ما ينطونها، اقلام ما ينطونها الطلاب، يعني شنو اللي عندنا احنا؟ جسر هذا الجسر لحد الان من 2012 لحد الان ما مسوينه. مستشفى صدام سابقا، هسه المستشفى العام ما بيها كل خدمات. سلميه، احنا سلميه، وانا طلب الشعب هذا، ماكو ذولا كلهم اخوتي، لا والله صغار وكبار، وانا اصغرهم، انا اصغرهم. خوش سوون نحل اهل العمايم، سيد المقتدى وين انت بهاشم؟ وين انت؟ ما تقلي مظاهره سلميه، اطلع وانت نايم. خوش والله باكر عقب الاحزاب حاسبونك. خوش وايران سقطت الاحزاب، مات واحد محمد علياوي هذا، خوش قتلوه، قامت ولا تقعد، واحنا مطين كم شهيد؟ امس او بعد اسبوع 12 شهيد. لا والله يا طاب اسم قناه فضائيه اطلق باسمهم، قالوا دول شهداء
دغاره اخويا مات واحد اجى قيس القزع على راسي ما يخالف احزب اخويا اجى ولا وطلعوا رهابيه قلت له طلعوا زين انت ليش سويت عام تشوفونا شركم ما اريدكم الشعب ما اريدكم ناس ما تريدكم تعبتونا كافي